أنا أخوك صلاح العراقي حد ثوار تشرين. الهوية الوحيدة اللي افتخر بها هي ثورة تشرين، والعراق اللي تحكمه ميليشيات منتهي. الكاظمي طلعت لي اللي ضربه طشاريات، طلعت لي اللي ضرب مسيل دموع بالراس، طلعت لي اللي ضرب قناص. وينهم ذولا؟ شو ما طلعتهم؟ اتحداك يا الكاظمي، اتحداك اذا نهيت الميليشيات انت اللي جاي توجهك الميليشيات. انت اصلا اتفاقك ويا الميليشيات قادة الميليشيات حتى تنهي ثورة تشرين. ليش؟ ليه الكيكة اللي تقسموها بيناتكم؟ ليه احنا عندنا تاج راسنا العراق، بس المشكلة التاج راس عنده تاج راس مو العراق. هذا شو تقول له؟ هذا اللي عايش بذله، شو تقول له؟ إلا يصلكم للخضراء والله وسقطكم يا سفلة يا قتلة يا مجرمين يا أحزاب الفساد يا ديون إيران يا تبعية يا عملاء. من تصريع عليكم دم الشهداء. هاي ثوار تشرين مو يطي روحه، يطي عمره والله العظيم ما ينسحب. إذا ظلت نايمين هاتوا حالنا، إحنا راح نموت بكرامة وانت راح تعيشهم ذلة. لبيك يا عراق، لبيك يا شهيد. هاي يا شبابك يا وطن، هاي هذا تقتلون هاي الشباب. اي ذنب قدرتين؟ من عندكم تخوين؟ اذا عندكم تخوين من تاج راسكم الله ينعلكم ويلعب تاج راسكم. هذا الطفل شنو مصيره؟ يا سفله يا اندال، ان على ابوكم لابو احزابكم لابو قتلكم. انت هذا لو ابنك انتقمت من العراق كله. هذا الطفل شنو مصيره؟ هذا الطفل شنو ذنبه؟ هذا الطفل شنو احلامه؟ وين راح يصير؟ ان على ابوكم لابو شرفكم لابو كل احزابكم لابو كل السياسيين لحكم العراق من اول ما دخلتوا الى هاي الساعه. دم الشهداء ما عوفه، دم الشهداء ما عوفه والله. احنا مشروع استشهاد الوطن، بس يحكوا للاحزاب الفاسده اللي قتل شبابنا بساعات التظاهر شو يقول عليها؟ ننتصر او نموت لا غير.